بودكاست صوت. في هاي الحلقة من بودكاست المستجد منحكي عن حمى الكباري والجسور في القاهرة، كيف غيرت الحياة اليومية في كثير أحياء وأثرت على منشآت تاريخية مهمة. بس أثناء العمل على الحلقة وقع ثلاث حوادث متتالية ما كان بنفع نحكي عن مصر في هذا الأسبوع بدون ما نحكي عنها. الأولى كانت جنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن في قناة السويس وإغلاقها لها الممر المهم جداً في حركة التجارة العالمية. إيفر جيفن من أكبر السفن من نوعها في العالم، طولها حوالي 400 متر. في كل ساعة بتمر على بقائها عالقة في القناة بيتكبد الاقتصاد العالمي والمصري خسائر كبيرة، لأن السفن المحملة بالسلع تستنى الفرج على جانبي القناة. الحادثة الثانية كانت تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوب القاهرة. قول لهم الغلابة دعقوا تحت الحجر، قول لهم الغلابة اللي ما معهمش حق المكيف ركبوا بتاع الفقارة. مشهد تكرر كثير على سكك حديد أخرى من حوادث تصادم أو انفجارات تسببت بإصابة ومقتل المئات خلال السنوات العشرين الماضية. غضب كبير شفناه بسبب تكرار الحوادث من هالنوع. يا دوب المصريين استوعبوا حادثة التصادم مع كل المقاطع القاسية اللي نشرت على منصات التواصل، بينهار مبنى سكني مكون من 10 طوابق في شرق القاهرة. طواقم الإنقاذ انتشلت 18 جثة من أنقاض المبنى اللي يبدو بني على أساس مخالف للمعايير. فساد يدفع ثمنه المواطنين اللي ما عندهم أي مكان آخر أكثر أماناً للسكن. إحنا غلابة ما لناش ثمن، بالسبعين راجل ما حدش قادر يعملوا حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول، حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول. مرة تانية بحلقة اليوم نسأل ليش القاهرة، المدينة اللي بتحتل الترتيب السابع من حيث الكثافة السكانية حول العالم، تحولت لمدينة جسور أو كباري؟ شو بيحكي سكان الأحياء المتأثرة؟ وكيف هاي المنشآت الجديدة اللي المفروض تحل أزمة المرور الخانقة عم بتأثر على المشهد البصري في المدينة؟ اسمي سناء يوسف، أنا مهندسة معمارية ومهندسة تخطيط مدن مصرية وعايشة في مصر الجديدة وحزنانة عليها. حبينا نحكي مع سناء في هاي الحلقة لأنها أولاً واحدة من سكان مصر الجديدة سكنتها أكثر من 30 سنة، وثانياً لأنها مهندسة رقبت التحول الكبير على منطقتها خلال كل هالسنين. شفت أن القاهرة ابتدت تبقى قاهرة كبري، كنا القاهرة ذات ألف مأزمة بقت ذات ألف كوبري. طبعاً نحكي ألف كوبري بالقاهرة كنوع من المبالغة، في مصر بشكل عام رح يتنفذ ألف كوبري علوي ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه، ما يعادل أكثر من 8 مليار دولار، ورح يكون جزء كبير منها من نصيب العاصمة. وهذا جزء من الخطة اللي بدأ الحديث عنها في سنة 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم. الهدف هو حل أزمة المرور الخانقة في هالمدينة المكتظة. لازم أعترف أن المرور بقى أفضل، أوكي؟ لكن في الآخر المفروض أن المدينة مدينة البشر اللي عايشين فيها، مش مدينة السيارات اللي بتتحرك فيها. يعني لازم في حلول أخرى، من إحنا دايماً بنخضع لاحتياجات السيارة. طب فين احتياجات بقيه البني ادمين اللي مش راكبين سياره؟ سناء بتشوف الكباري بتنبنى امامها وبتكبر يوم بعد يوم. في ال 30 سنه اللي فاتوا قبل ما مشاريع الكباري الكتيره دي، كان طبيعي ان احنا بنقضي كل مشاورنا في منطقه الميدان اللي احنا عايشين فيه، البلوكات اللي حوالينا على رجلينا. دلوقتي بقى مستحيل ان الواحد يعدي الشارع، الواحد عشان يعدي الشارع يعني بيجازف بحياته. احنا خدتنا أكتر من شهر عشان نتعلم الطرق الجديدة ونعرف نروح أصلاً. يعني زمان الوضع كان مختلف تماماً في مصر الجديدة. الحي أنشئ قبل أكثر من 110 سنوات على يد البارون إمبان، المهندس البلجيكي اللي كان مغرم بالآثار المصرية. أنشأ الحي على أسس عمرانية معينة. لاحقاً في منتصف القرن الماضي كان البناء مستمر ومنتظم، والمشهد ظل جميل حتى وقت قريب حسب ما بتوصفه سناء. كانت منطقة جميلة، الناس بالعكس كانت مجتمع مرتبط ببعض، والناس اللي بقى في يعني في واحد أو في بلوك واحد بقى عارفة بعض من زمان، بالذات احنا عشنا هناك مدة طويلة جداً.
فالحقيقة كانت أنظف من وسط القاهرة والمجتمع ألطف من يعني مرتبط ببعضه أكتر من وسط القاهرة. تلاقي حتى جوه العمارة نفسها الناس تعرف كلها تعرف بعض. وأجمل حاجة فيها أنها كانت مليانة حدائق والناس كانت بتنزل تقعد فيها. ده بقى مش موجود خالص. أكتر حتة مثلا بقت يعني تحزن دلوقتي هي المنطقة بتاعة ماريلاند. الماريلاند دي كانت المتنزه بتاع مصر الجديدة. وكان في بعض مطاعم بسيطة فيه وكده. في الآخر اتقلب إنها ما بيجددوا للمرة اللي معرفش كام دلوقتي. زمان مصر الجديدة كان فيها سينمات صيفي. ما السينما الصيفي معايا سينما أو دور سينما خارجية. أوكي؟ في شاشة والناس تبقى قاعدة برا وفي زي زي ما بيكون في أي أوديتوريوم يعني. أوكي؟ بسطات كده الناس بتقعد عليها وكانت معروفة جدا. أوكي؟ كانت ده الخروجة بتاعت الصيف بتاعت الناس يعني الشباب يعني. اليوم المساحات الخضراء بتنحسر، الكباري بتحجب الضوء عن بعض المباني والشوارع المهمة تحتها، والمنظر ما هوش جميل. طيب ان انت بتشوه شوارع ليها طبعا طابع معماري، تبني مباني كتير جميلة جدا اتبنت في الاربعينات والخمسينات. الخوف بقى ان مصر الجديدة فيها مناطق بقى يعني ليها قيمة تاريخية ما تتعوضش، منطقة الكربة، منطقة ميدان الجامع، منطقة البازيليك، سان فاطمة. المفروض حتى ان دول متصممين بحيث انها ليها زاوية رؤية بتشوفها منها من كذا طريق وانت جاي. زاوية الرؤية رح تنحجب عن كنيسة البازيليك الكاثوليكية على سبيل المثال بعد بناء الكوبري. عمليات الحفر الأولية اللي صارت في محيط الكنيسة في فبراير شباط الماضي أثارت غضب سكان المنطقة والمهتمين بالتراث، رغم نفي بعض الجهات أنه رح يكون في كوبري علوي بيأثر على مشهد الكنيسة كما هو مشاع. عموماً المشهد البصري في مصر الجديدة عم بتغير إلى غير عودة، الأمر اللي دعا سكان المنطقة لنشر بيانهم الرافض لمنظومة الكباري اللي بتتشيد خلال الأشهر الـ15 الأخيرة. انتقدوا التفريط بالترام التاريخي في المنطقة وعشرات الفدادين من المساحات الخضراء، عدا عن الكنائس ومئات المنازل والعمارات اللي راح تتلوث بسبب عوادم السيارات في نهاية المطاف. فمصر الجديدة ما عادتش خضراء، أوكي؟ والكباري بتصل طبعاً بتغطي لحد الدور الثالث في عمارات كتيرة جداً اللي هي بتعدي من قدامها. فطبعاً مرجع بصري تغيرت المنظر اللي احنا بنشوفه واحنا بنمشي او بنبص من شبابيكنا في مصر الجديدة بقى مختلف. صحيح مصر الجديدة من المناطق المتأثرة بكمية الجسور والكباري اللي عم تنبنى، بس كمان في مناطق اخرى في القاهرة عموما تدفع ثمن كبير. في منتصف العام الماضي صحي حراس مقابر المماليك المعروفة بالأرافة على أصوات البلدوزرات وهي عم تجرف الرصيف الموازي للمدافن. الحفريات كانت لصالح توسعة طريق صلاح سالم، واحد من أكبر الشوارع في القاهرة. أزيلت أجزاء من أحواش المقابر وأثيرت معها ضجة كبيرة. إن هي ده المرجع البصري بتاعنا. أنا لما عاوز أشوف المعمار المصري، أوكي؟ نبع منين ونبع إزاي وتفاصيله شكلها إيه؟ ومقاييسه شكلها ايه؟ ده احد المراجع المهمه جدا ان الناس تنزل تدرس الحاجه دي اتصممت ازاي وتنفذت ازاي وتفاصيلها شكلها ايه وابعادها شكلها ايه ونسب ابعادها شكلها ايه. دي مدرسه. فلما اجي انا اهد ده عشان سيارات تعدي، لا يعني تاريخ مصر يسوى اكتر من السيارات. لاحقا نفيت الاخبار اللي بتحكي عن تاثر القبور الاسلاميه في داخل الارافه وأنه الهدم كان ضروري وتم في مناطق أقل أهمية. بالمقابل المؤكد أنه في مقابر هدمت مع أسوارها وبيعود جزء منها لشخصيات مهمة في التاريخ المصري الحديث. رغم هيك ما بيعملها القانون كآثار لأنه مضى عليها أقل من 100 عام. ومن هون بنسمع أصوات رافضة بتأكد أنه المنشآت اللي إلها خصوصية وارتباط وثيق بالتاريخ والتراث مهم الارتقاء فيها وتسجيلها كأثر حتى لو عمرها كان أقل من 100 عام.
كمان من المشاريع اللي عاملة جدل مشروع العجلة الدوارة، الدولاب الضخم اللي يخطط لبنائه في مدخل حي الزمالك. عين القاهرة هيك اسمه، على غرار لندن آي أو عين لندن. المعترضين على الدولاب الأكبر في إفريقيا والأول من نوعه في مصر مش رافضينه من الأساس، وإنما معترضين على مكانه في حي الزمالك اللي بيحمل أهمية ثقافية وتراثية. القضية وصلت للبرلمان من بداية العام بعد أيام قليلة على الإعلان عن المشروع، وزي ما بنسمع دايماً بيكون الاعتراض على عدم التشاور مع المحليين الأعرف بخصوصية مناطقهم ومشاكلها. الجدل مش بس محصور فقط بالمصريين. آخر ما ورد عن اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بينذر في تغير محتمل في النظر لمشاريع الحكومة المصرية، في قلق تجاه الأماكن المصنفة كتراث عالمي، تراث العالمي اللي ممكن يتحول تصنيفه لتراث مهدد بالخطر. سناء خلال حديثنا معها بتقارن اللي بيصير في مصر في مناطق أخرى بالعالم. الواحد بيشوف في أوروبا الناس بتحافظ على تراثها المعماري والعمراني باستموات. أنا اشتغلت في مدينة عمرها 100 سنة، مش 1000 سنة زي القاهرة وأكتر، ممنوع الواحد يحط يافطة على محله من غير ما ياخد إذن من البلدية عشان يتأكدوا إنها ما بتخالفش الطابع التراثي بتاع المكان. وإحنا المخططين بتاعتنا لازم تفكر كده، لازم الفكر يبقى شمولي. أنا بتمنى إن لما يكون في فريق عمل بيخطط تخطيط للقاهرة، تخطيط عمراني، تخطيط إقليمي، إنه يبقى في ناس من كل المجالات وبيفكروا مع بعض. ما ينفعش مهندسين مرور طرق يخططوا القاهرة لوحده والواحد إحساسه إن ده اللي بيحصل. وأهل مصر الجديدة الحقيقة، مصر الجديدة أو القاهرة كلها، اللي عايز يحافظ على منطقة كله يعلى، إن لازم يبقى في يعني صوته يعلى. مش معنى إن الناس تعمل دوشة وتعمل مشاكل، لكن الناس لازم تكتب وتعلي وتعرف اللي حواليها أوكي قد إيه ده بيأثر على حياتهم بعد كده. الناس اللي كانت بتمشي في 26 يوليو أشهر طرق شوارع مصر أوكي، دلوقتي كل 26 يوليو كله تحت الكوبري. ازاي ده الأجيال القديمة بتحكي قصص عن 26 يوليو دلوقتي ما بتشوفوش أصلا. فلازم يبقى فيه ناس بتشتغل من تحت أوكي، إن هي بيبقى بتنشر وعي قد إيه ده مهم وقد إيه بيأثر علينا وبيأثر على الأجيال القادمة من ناحية البيئية والاجتماعية وكل حاجة والاقتصادية. وكمان القرارات اللي بتيجي من الدولة لازم تبقى قرارات بتاخد كل المجالات في الاعتبار. الدولة المصرية واضحة في هدفها، بدنا نخفف أزمة المرور ونقلل وقت المواطنين الضائع في الشوارع أثناء الانتقال من نقطة لأخرى، ونقلل كمان من تكاليف الوقود المهدورة. بس السؤال، هل ثقافة السيارات هي ثقافة محمودة بيئياً؟ هل بدنا نسهل الطرق لأعداد السيارات الهائلة والمتزايدة سنة بعد سنة؟ هل الجسور والكباري حلول مستدامة أصلاً؟ دايماً الكباري هتبقى حلول مؤقتة. بالفكر اللي موجود حالياً هتلاقي انه الناس دايما عندها رغبه تمتلك سياره وتتحرك بالسياره، فالسيارات هتفضل تزيد وتزيد وتزيد. فهو الحل هو حل مؤقت، حلول لازم تبقى حلول جذريه، وطبعا هتبقى طويله الاجل ومش هتبقى سهله، ممكن تاخد جيل او اكتر عشان تتطبق، لكن لازم نمشي في هذا الاتجاه. هنفضل نشوه مدينتنا لحد امتى وعارفين ان الحل مؤقت؟ اهو صلاح سالم اللي كان في حديقه عرضها 30 متر بقت عرضها 2 متر دلوقتي في أغلبية الأماكن. طب وبعدين شلناها خالص وبعدين؟ ولا قبلين. المختصين بيشوفوا الحل بإعطاء الأولوية للتاريخ الثقافي والمعماري لكل المناطق المهددة، والبحث عن حل جذري آخر لأزمة المرور بتحسين شبكات النقل العام، تشجيع ثقافة استخدام المتروهات زي ما بصير برا، تطوير بنى تحتية موائمة للدراجات الهوائية مثلا. غير هيك الزمن ما راح يرجع لورا،
القاهرة اللي عرفها المصريين رح تستمر في التغير. بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجة من الكتابة والتقديم، روان نخلة من البحث، ومحمود أبو ندى من المونتاج الصوتي. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست.